هل تتصور سيدي دكتور عصام بأن إيران في هذه المواجهة تخطت الخطوط الحمر السابقة التي أصبحت عليها أن تنتصر أو أن تتراجع على المستوى السياسي؟ كيف تقيم الإقدام على هذه المواجهة التي كانت تؤجل من حين إلى آخر؟ حقيقة سيدي الكريم، إسرائيل، إيران وحزب الله أول شيء أصيبوا بمفاجأة قوية جدا عندما بدأت المقاومة الإسلامية في غزة بالحرب، وبالتالي وجدوا أنهم قد يعني لم يستشاروا إلا قبل نصف ساعة من انطلاق العملية، ثم تبرأ حسن نصر الله وإيران بغض النظر عن امتداحهم للمقاومة من المشاركة في هذه الحرب، وقالوا إنها حرب مقاومة ونحن لسنا شركاء في هذا الهجوم، ظنا منهم أن العملية لن تستغرق أكثر من أسبوع وتقضي إسرائيل على المقاومة في غزة. عندما وصلت إلى مدة 6 شهور وجدت إسرائيل إيران نفسها وحزب الله أنهم قد أحيط بهم، من حيث أنهم لم يظهروا بمظهر القوة المساندة أو تلك الزعامة التقليدية لمحور المقاومة والممانعة بأنهم هم الشرفاء والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني وما أدراك من تلك الشعارات. ثم جاء نيتنياهو وأعطاهم هذه الفرصة، واستطاعت إيران أن تعيد اعتبارها هي وحزب الله، واستطاع نيتنياهو أن يفك طوق الحبل عن رقبته من خلال جماهير الإسرائيليين وأهالي المعتقلين والأسرى الذين اجتمعوا في ساحات تل أبيب والقدس وأشرفوا على أن يكون نهاية نيتنياهو قريبة. فبالتالي عندما أدار أزمته بخلق أزمة جديدة ونقلها إلى الخارج في قصف القنصلية الإيرانية في الداخل السوري، أعتقد أنه الآن أعطى مبرر لإيران لتثأر لنفسها، لأن القنصلية هي أراضي بعرف الدولي والدبلوماسي واتفاقيات فيينا فهي أرض إيرانية، وبالتالي هنا كان من حقها أن ترد، وبالتالي هي ثأرت لكرامتها التي انتزعتها أو جرحتها إسرائيل. وأيضا إسرائيل استفادت من ذلك بأنها أبعدت الشارع وصمت الشارع الإسرائيلي وخرج كل منهما إلى الملاجئ، وبالتالي أفلت نيتنياهو من عقاب الجماهير له. هذه الناحية الآن هو إلى أي مدى ستكون هذه الضربة الإيرانية قوية؟ من سيعلن عن نتائجها ويصورها حتى نقول أنها أصابت أهدافها وأن إيران انتقمت لمقتل قادتها وأن أصابت الأهداف؟ هنا نقول بأن الخطاب الإعلامي